في كريش وعلى طول الحدود الفاصلة بين محافظتي تعز ولهج تدور معارك عنيفة بين ميليشيا الحوثي والمخلوع وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى. خلال الأيام الماضية عملت الميليشيا على استغلال الهدنة المتزامنة مع مشاورات الكويت لإعادة التموضع والانتشار وحشد الآليات العسكرية والمقاتلين في معظم مناطق المواجهات في محافظة تعز، وبينها تلك المناطق الواقعة على مشارف محافظة لهج، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة في محاولة للعودة إلى تلك المناطق التي أخرجت منها قبل أشهر، وبينها كريش وصبيحة. اشتباكات عنيفة دارت في منطقتي كريش وصبيحة بين المقاومة الشعبية والميليشيا الانقلابية، تكبدت فيها الأخيرة خسائر في العتاد والأرواح، وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من صد هجمات الميليشيا الساعية إلى السيطرة على كريش. وبحسب مصادر في المقاومة، فقد شنت المقاومة هجوما مباغتا على منطقتي المريرة والثبرة القريبتين من الوازعية والتي كانت مركزا لقناصة الميليشيا، وتمكنت من السيطرة على الموقعين. تسعى الميليشيا إلى تحقيق تقدم على الأرض وخصوصا في المحافظات الجنوبية التي طردت منها قبل أشهر، بالتوازي مع عدم تحقيق أي تقدم على مسار المفاوضات السياسية في الكويت، والتي تتعمد الميليشيا عرقلتها وعدم التوصل إلى اتفاق قبل تحقيق إنجاز على الأرض من شأنها أن يدعم موقفها في المفاوضات. وبحسب رؤية الميليشيا، فليس من إنجاز أفضل من ذلك الذي قد يمنحها التواجد على مشارف عدن مجدداً.